حقيقة شوف على رأيك أجيك من الآخر، السوق بحاجة إلى تنظيم ما في شك، وفي إجراءات راح تجي تعطينا الحلقة وقت نقول وش حنا بادين في هذه الإجراءات، لكن دائما يعني بصفة عامة دائما إذا كان هناك طلب أعلى من العرض تبدأ المشاكل، دائما يبدأ يعني الشغل تحت الطاولة، البيع، الحاجة، يعني ضغط الحاجة الحقيقة في ظل عدم وجود عرض كافي واحتياج زائد هو اللي دائما يخلق مثل هذه. يعني انت الآن لو 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 بكرة مثلا قطعت سلعة معينة من السوق وصار ما فيه دكان إلا على بعد 70 كيلو من الرياض يبيعه، رحت لقيت حج عنده، نفس القضية، يعني نفس الفكرة. فأنا أعتقد أنه اللي حصل خلال السنتين الماضية ومع إيقاف أكبر دولتين كانت يعني تمول المملكة بالعمالة، الهندونيسيا والفلبين، حصل نقص في سوق العمالة طبعا، وهذا أدى إلى يعني البحث عن أسواق جديدة، جونا جنسيات. الحين الفلبين واندونيسيا فتحوا، الفلبين فتحت، اندونيسيا وقعنا الاتفاقية الإطارية، هذا جانب يعني يعني للمعلومية مهمة. كان في مشكلة الحقيقة لدينا وهي عدم وجود نظام يعمل تحته الأعمال المنزلية. طبعا الدول محمد أيضا هي من حقها أنها تحرص على أنه أبنائها يعملون تحت نظام معين. نظام العمل كما تعلم كان يستثني الأعمال المنزلية من ضمن ما يستثني من القيام بشروطه، ما كان في لائحة تنص على ماذا يعملون الأعمال المنزلية. إحنا عملنا على اللائحة وتعرف يعني صدرت مجلس الوزراء، فأصبح الآن في إطار. اللي وقع مع أندونيسيا هو الموافقة على هذا الإطار والتبادل العمالة ما بين البلدين، ما يعني إصدار العمالة من عندهم إلينا. يبقى اللقاء الثاني اللي هو يجي فيه تفاصيل الاستقدام نفسه، العقد، شروط العقد، كيف يتم الإجراءات، هذه لسه ما بعد تمت، ولذلك نحن لم نصدر أي شيء لأندونيسيا الآن، تأشيرات ما صدر شيء. طيب بس نفس الكلام اللي يعني الفلبينيين سووا فيه فيلم إيه، وبعدين ما يعني قبل او باي شيء، يعني هم يضحكون على بعض انفسهم ولا قدام عمالهم ولا ايش بيسوون؟ لا بس هو يحصل مشاكل ابو محمد. انا يعني تتذكر انت شروط الفلبينيين لما جاوا قالوا لازم تجيب لنا صوره المعزبه وصور خرابيط صحيح، وهذا اللي طبعا سبب يعني ايقاف السوق. بس وقفت الوزاره لها هذه سبب الايقاف هي تعنت الان في تعنت يعني الدنيسي ولا ايش؟ لا في بس شوف افضل، ولكن احيانا في مشاكل اجرائيه. بس خل اقول لك ترى الان انا جبت احصائيات بس كم دخل المملكه اللي غادروا من الفلبين الى المملكه من العمالة المنزليه، ترى عام 2009 اللي غادر المملكة 7000، اللي رجعوا اللي جو اي 12000 في 2010، 11500 تقريبا في 2011، 2000 بس اللي هما في عام اللي انقطع اللي بدينا فيها اللي هو عام 2012، تعرف كم في 2013؟ غادر الى المملكة 42400 خادم وصل يعني. عاملة منزلية، اي عاملة وسائقين طبعا، اي 42000 فلبيني. نعم.